السلام عليكم ورحمة الله، معكم أحمد قناة أحمد. اللي قبل تعمل لايك وشير، يلا خلونا نبدأ. طيب طبعا زي ما انتم شايفين في العنوان، النهاردة تجربة اللاعب بيكهام، فهنعرف هل هو أقوى لاعب مجاني في اللعبة أو أقوى مالب في اللعبة. فعموما احنا الفيديو ده بقى متقسم على جزئين، الجزء الأول هنلعب ماتشات فيزا أتاك، والجزء التاني هنلعب ماتشات هيد تو هيد. فخلونا الأول نبدأ بماتشات فيزا أتاك. خش أول ماتش ونرجع لكم. أنا لعبت أول ماتش هيد تو هيد، قصدي فيزا اتاك، بس ما لقيتش بيكهام بيظهر خالص، صح. هنضطر نغير الخط. طيب انا استقريت على خط 4-5-1، انا كنت محتار ما بين 4-2-4 4-5-1، بس لقيت 4-5-1 اصلا بحس ان هي السي اي مات هيطلع اكتر. فعموما خلينا نخش اول ماتش فيزا اتاك ونرجع. لقينا اول خاص، بس بصراحه شكل تشكيلته قوي جدا، ف انا عن نفسي شارع مع التصنيف بتاعي. اهم حاجه عندي اجرب بيكهام، نشوف ان هو فعلا لعيب قوي ولا لعيب تعبان. فبإذن الله تبقى تشكيلة مصطفى، يعني أو مش تشكيلته في الأغلب، تشكيلته حلوة يعني فرصة أكتر، بس نتمنى إحنا كده إيه بيكهام يبدع معانا. تشكيلته حلوة جدا والله، تشكيلته حلوة جدا. حلو الكرة مع بيكهام، عديه بقى. حلو، واحدة رطوبة، حلوة حلوة. عدي، عاش. حلوة يا بيكهام، حلو حلو. مش مالك بقى يا ولد، عاش عاش، حلو. خد 4-5-1 دي ظهر بيكهام جدا. واحدة مش مالك بقى يا ولد، عاش. عادي عادي، حط بيكهام، حلو حلو. الله، عاش. وانت فيرست تاتش جامدة. يلا بيك يا ولد، شكل الفيرست تاتش عنده جامدة. عموما احنا خلصنا اول ماتش اهو، وبيكهام شكله مبدع، فهخش ماتش تاني نرجع لكم. لان الخصم في التاني شكله برضه تشكيلته قوية جدا، و هالمشكلة ان انا لما ملعبتش الناس بقت تشكيلتهم قوية جدا، او الاوفرات نفسها عاليت، يعني التناغم تمام انما الاوفرات نفسها عاليت. فنتمنى ان احنا برضو بيكهام يبدع معانا. انا مش فارق معايا اي رانكات ولا اي حاجه، انا اهم حاجه عندي بيكهام يبدع. دي تشكيلته، تشكيلته بسرعه قويه جدا، عندي كذا لعيب حلو جدا. ودي طبعا تشكيلتي، تشكيله ما شايفها متواضعه جدا. فعموما الكره مع بيكهام، يلا. واحده تهويشه حلوه، واحده باور بقى، حلو حلو يا بيكهام. حلوة، ايه جابها ازاي ده؟ حطها بك، ماشي تمام. حلوة يعني الباور شوت، حلو. الان الخصم التالت، بإذن الله برضه تبقى تشكيلة يعني نعرف نجرب بيكهام. دي طبعا تشكيلتنا، ودي تشكيلة خاصة، تشكيلة كويسة جدا، والهجوم عالمي، وعنده فرتسور. لا تشكيلة جامدة. بص بصراحة حدث دوري الأبطال ده حدث كان قوي جدا، وأنا معرفتش أستغله. حلوة بيكهام قطعة، واحدة باور شوت بقى، عاش بشماله، عاش. يا نهار، ضاعت ازاي؟ يلا بيكهام، هاوش. مش قصدي دي يا بيكهام، حط ار2. حلوة حلوة بيكهام مع الكورة، واحدة تهويشة بقى، واحدة في الضيقة، عاش. خلصنا الماتش التالت، نخش الماتش الرابع ونرجع لكم. دخل الماتش التالت، بصراحة قصدي الماتش الرابع، وحاليا في الفيس التاك بصراحة مستوى بيكهام مش عاجبني، يعني بصراحة مستواه بالنسبة لي فيدال كان أحسن منه بكتير. فأنا مش عارف بقى، مش عارف المشكلة فيا ولا مشكلة في بيكهام، ولا مشكلة إن أنا مش عارف ألعب بيه في الفيس التاك، مش عارف بصراحة. بس هو مش عاجبني أوي. عموما ممكن نبقى ظالمينه، والماتشات الجاية بقى برضه عنده مشكلة التلاتة مهارة، دي مشكلة كبيرة. حلو يا بيكهام، امسك يا بيكهام. حلوة التهويشة والإنهاء بقى، حلو، عاش في 90. واحدة فينس بقى، الباور زد، واحدة على الطاير، حلوة.
نضيف واحد بيمين ولا غلط. طيب وما احنا خلصنا كده ال5 ماتشات، نخش اول ماتش هيد تو هيد ونرجع لكم. دخلنا اول ماتش هيد تو هيد، وباذن الله نعرف ندرب بيكم كويس، وباذن الله بس ايه النت ما يفصلش معاه في الماتشات، او ما تشكيلة الخاصة مش قوية قوي، فنقدر نجرب بيكم براحتنا. وبرضه في مشكلة النت، فيا رب يبقى ظابط بقى. دي طبعا تشكيلتي، ودي تشكيلة الخصم. يا تشكيلة أنا تشكيلة أقوى منها بكتير طبعا، صراحة التشكيلات مش مهم، اشتراك خلص وبيكهام ما عملش أي حاجة، الفرقة كلها ما عملتش أي حاجة بصراحة. فنتمنى إن الشوط التاني يبقى بيكهام أحسن فيه. حلوة بيكهام، يلا 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 يلا، واحدة باور شوت، واحدة باور شوت، حلوة حلوة جدا حلوة. عايزين بس ايه الصلعة. يلا بكم، يلا واحدة ار تو، واحدة ار تو، وعلينا ان احسط واحدة ار تو يا جدع. يلا بكم، يلا 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 اكسر وحط، حط واحدة ار تو، واحدة ار تو، واحدة ار تو يا ولد. عاش عاش الاول من بيكهام، حلوة جدا والله، حلوة جدا من بيكهام، حطها حتى جامدة بصراحة، حلوة جدا حلوة جدا. عاش عاش، الماتش الاول خلص. ويعني يا بص، هو عمل كام لقطة حلوة كده وجاب جون بس. عمان خلينا نخش الماتش التاني ونرجع لكم. دخلنا الماتش التاني خلاص بشكل قوي، فبإذن الله يبقى بيكهام يودع الماتش ده برضه. دي طبعا تشكيلتي، شوفناها 1000 مرة قبل كده، ودي تشكيلة خاصة، تشكيلة حلوة بصراحة، يعني مش هقدر اقول قوية بس حلوة. الله اتمنى تبدع بقى. يلا واحدة ارتوها بيكهام، لا بصراحة انا حطيتها وحشة. زين واحدة فينس بقى ايه، طب حلوة كده، يلا فوق العرض، عرضة كنت بقول فوق العرضة، ثلاث عرض، حلوة بك. طلعوا ماشي، حلوة دي حلو، حطها خلت ماشي. لا بس الباص حلوة من بك. تقييم نهائي اللعيب بصراحة، اللعيب مش قد كده يعني، اللعيب انا شايفه سيء وحش كمان يعني، مش يعني اقل من المتوسط انا بالنسبه لي. يعني لما نيجي نقيمه في الشو في الفينيسات اديه 7.5 من 10، الشوت باور بصراحه 6 من 10، يعني اديه في الشوت 6.5 من 10. البساط بقى اي نعم احنا مش بنصلي بيه كتير، بس اديله 8 من 10، البساط عنده حلوه. الفيزيكال بقى بصراحه معدوم، 5 من 10، وده انا كارمه جدا بصراحه. نيجي بقى لحته الدفاع، بصراحه ما عندوش حاجه اسمها فيزيكال، ما عندوش حاجه اسمها دفاع، فده مش بيحضر هو الدفاع اساسا، برضه دي 4 من 10 في الدفاع. حلو اسم ده. نيجي بقى للفيزيكال، زي ما قلت لكم 5 من 10، الالتحام الجسدي عنده ضعيف جدا، فبصراحه تقييم كل اللعيب اديله 6 من 10. وبصراحه بالنسبه لي فيديال اللي هو لعيب نهايه الحقبه اللي نزل بقاله 3000 سنة، ده بالنسبة لي أحسن من بيكهام بمراحل كمان، لأنه دفاعي وهجومي وبيعرف يشوط وباصات. ف الملخص لتجربة بيكهام إنه لعيب وحش، بس عشان هو مجاني فهديه بدل 6 من 10 ممكن أديه 7 7.5 من 10، عشان هو لعيب مجاني بس. إنما لو جيت خرطيها بينه وبين فيدال لنهاية الحقبة، لا أختار فيدال بصراحة. فبس هنكون وصلنا لآخر الفيديو، أتمنى تعمل لايك وشير في القناة، ويلا سلام.